نفت وزاره العمل ابرامها اي اتفاقيه مع الحكومه الاسرائيليه لتشغيل اردنيين في تل ابيب وايلات. الناطق الاعلامي باسم الوزاره محمد الخطيب قال في بيان صحفي ان الوزاره ليست لها علاقه بارسال عمال اردنيين للعمل في اسرائيل، ولم تقم باي اجراء من شانه تسهيل عمليه التشغيل، وجاءت هذه التصريحات عقب نشر صحيفه معاريف الاسرائيليه بان تل ابيب صادقت على عمل 500 اردني في الفنادق الواقعه على شواطئ مدينه ايلات لتعويض قله الايادي العامله وفقا لتصريحات وزاره السياحه الاسرائيليه